حاجة عندي زبل. واخا واخا وعلاش يا ليل لقيتيني بالتخمام بتمشى وسط الظلام سافر بلا قنديل مهدود الحيل عافر في ليام طريقي ماليها رصام يا ويل يا ويل يا ويل خايف نقول عيت وانا عاد بديت ويا مغبون سهران الليل 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 ويا ليل. السلام عليكم خويا مراد. اخويا وادي وادي هاني والله الا كلشي مزيان الحمد لله. الله يحفظك. كي غادي مع الوقت بخير الحمد لله. داكشي الله الا جابك الله بحال درنا من الحلال. مرحبا خويا هاني انت بعدا كاين مهلين فيك الناس ديال الفيلاج. اللهم لك الحمد اخي وادي والله الا بخير. ايوا واش غدير اخويا طرف الخبز راه هو الصبر اخويا مراد. وانا اخي وادي والله الا جيت كي درنا من الحلال كنت باغيك اخي. مرحبا انا معك ديما في اي وقت اخويا. بغيت نناقش معك واحد الموضوع اخي. شنو هو الموضوع اخويا؟ خويا واحد التجربيات سكن مع جدات سكن في واحد الفيلا هنا. الله ما تقولش لي ديك اللي مزعره شعره يا هذيك اش نعرفهم بانوا لي دري وشات سكنوا هنا حدانا يا خويا. ايوا واش غدير اخويا؟ عجبتني وناوي مع الحلال اخويا. اخويا من قلتي من قلتي اخي مراد ناوي الحلال راه انت هو الدار الكبيره وانا بغيت نتشاور معاك اخي. انت دابا الرجوله وهادي وقف عليها وقصدها وجا من الاخر. انت قصدك شريف انت وناوي الحلال. انا ناوي الحلال باش نضحك عليك وربي ما يخيبكش ان شاء الله اخي. وادي بيني وبينك تبغي نمشي نوقف عليها ومالك اصاحبي ما والو تبقى تقول لهم ورات شي هضره ما كاينش مالك ماشي راه راجل ولا بنادم شي يقول راجل راك عيب وجيبو حساس هنايا حساس وراجل اخي مراد ماشي مادي اخي. انا راه بدراعي راه شنخدم وهادي وراه الصنايعه وهادي ودابا الحمد لله. وراه نقول لك واحد الحاجه اخي مراد انا وخويا والله تا ابار على هذا الباركينغ مازال عندك صنايعه. المهم واكل كيقول لك صنع على المغرب تنعيش. انا ما كرهتش نعطيك الباك واش عطيني الصنعه حيت ما درتش في الباك والو. وادي الله يعزك والله فزتيني وشجعتيني. ما عمرك تستهزئ بخدمتك دري عينك في الله. صافي دابا تكون دايزه تكون دايزه نقولوا لها اخي وادي الله يحفظك ان شاء الله يكون على الخير. انا فرحتي دابا غدوز ان شاء الله نوقف وغنهضر. ما تنساش في العراسي الله يحفظك يا الله يستر امورك الله يحفظك. اي مراد بارك الله عليك خويا الله يعزك الله يحفظك خويا الله يعزك الله يحفظك خويا الله يجيب شي رصية والله 21 درهم دابا بعدا ومازال مازال عاطي عاطي عمري تهلاي فيا انا تعيش سلطانة راكي عندي امانة ما بين عطيه لك تهلاي فيا انا تعيش سلطانة راكي عندي شنو ممكن واحد الطريقة مرحبا خويا. انتو لسه نشوف فيلا جديدة انا مع الدورين. خويا علاش شكلنا بس اختي والو بس ديما كتكوني دايزه راك عجبتيني اختي وراه قصدي شريف قصدي شريف بغيت نتزوج بغيت كل الحلال. واش منيتك دابا هضرتي وانت غتزوج بها واش ما حشمتيه ما حسيتي بوالو اجيتي وهضرتي هكذا ما عرفتيش قصدي شريف ما عرفتش بلاش عليك وبدراعي تنخدم لا بقى لي غير كارديان كيمسحقه موبيلات وعساس على الفيلات ناخذو انا شو مالك شو مالك كارديان معليش شو مالك اخر مره تعاود تغلط بحال هكا لا شو مالك اخر مره تعاود تغلط بحال هكا سمحي لي شو مالك قصتي انا قصه واحد حب وحده فرح وقال صافي لقيته لقيت اللي نبغيه اللي معاه اختي عاش حنيا مالك ملي خرجنا من الدار وانت عام نفخة وعاجبك راسك وعام باغاش تهضري ونهضر معاك وتقمعني ياك لا دار ما شتيش راسك صاحبي شنو درتي شنو درت ما درتي والو ديك الحاله اللي درتي للسيد جاتك عادي اصلا سبحان الله انت داك النيفو كتموتي ماشي كنموت على داك النيفو راجل خدام خدمته بالحلال يقدر يكون قرا وما نقصش الخدمه بصح واش فهاد الوقيته راه غير اللي با شي حاجه اللي كيبقى يدخلو ويدير 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 باش يلاه كيولي خدام. شوفي ولكن منيتك انا صاحبتي غنتزوج بهذاك بغيتي نولد حكا قدام بنات العائله واش نتي سافا لا ولكن هو شنو اللي عادي خدام في الحلال كون كان كيسرق ولا شي حاجه تقول كون غير خدام كون غير دار كون غير دار الصح فاش خدام بالحلال ما كيعجبكمش اللي خدام في الحلال على الاقل ما كانش هذاك تجرحيه بديك الهضره مني ما مني يضحكوا عليك العائله والناس وهذا قولي له خويا انا ما باغاش نتزوج دابا باقا صغيره اولا كنقرا ولا شي حاجه خدامه غير ما تجرحيهش صبر معاك نسيت صافي
واش بقى لي انا غير عساس ناخذ عساس نبقى نخرج نجلس حدا وقيله قرايتي وصحاباتي والنيفو ديالي كامل وداك الشيء اللي درت في حياتي كامل غنجي في الدقيقه 90 ونشوف واحد القلاذات فين غتقدر تسبحي والو تقدر تسبحي من غدا ما عندك حتى شي حاجه لا فلوس لا دار لا والو ديك الساعه شنو غادي يولي ماشي شغلك السعاده ديك الساعه تعرف في قيمته عرف قيمته غير عساس اخر همي انا هو العساس ندير كنت زيد نتاكد على نهار اللي انت انسانه مريضه في راسك يلاه نتحركوا انسانه مريضه وعمرك لا كبرتي وكتعزز عليك داك المستقبل ما بغيتش نسيبك قلت لك انت انسانه مريضه حسام الوديع بعد هو اللي غايب ولا شي فهمي صافي اخويا الغدا الله يكبر بك شويه ونبان عندك ماشي موراك كيصونك صاروا موراك فين اخويا هاني كلشي مزيان ابي خير اخي وادي اللهم لك الحمد خويا فينك اخويا فين بغيتك ضروري اخويا جي عندك اخبار الخير اخي مراد قول لي شنو كاين دابا خلينا نسب من كري وما عارف والو قول لي هنا وديك الساعه نجي عندك كمل لي اجي 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 ونقول لك علاش اجي عند اخويا في داك البلان يلا مون تجي تجي انا كنتسناك احد البراكه شنو نجي عندك تقول لي يلا اخويا انا جاي عندك دابا يلا قاشينا نتغدى انا جاي عندك دابا يلا حي احد البراكه ديالي ديال العسه انا تما اخويا يلا نتسناك اخويا خويا مراد ياك لاباس بخير اخويا واد واداك الله يعزك شو وشيني يا اخويا على ذاك البلان اللي كنت هضرت انا وياك على ذاك اخبار الخير اخويا اخويا اش السنس اش بيا اخويا اش قولاش دمرتني يا اخويا ما في كاين المشكل ما ندمتش واد ندمت علاش ندمت ناس ندمت اخويا والله اخويا ما كانش خاصني نقولها لا اخويا والله الا السنس اش بيا وندام ما عندها باش تنفع وكيقول لك حساس مسخ سير شوف راسك شي جوب هادي دمرتني يا خي والي واش دابا اللي حساس ما تتجوش انقاطعك اخويا مورا الله يحفظك اخويا والي حنا كاملين ولاد 9 شهور واش هذاك الشيء اللي كتستهزئ بك يا دير مع الاكبر راه ما غندير مع لهاش بر اخي مورا دمرتني يا خي والي والله الا شرحت لي قلب سمعني ما ديرش بالك وضحك مولا ربي كيقول لك بكا مور الميت خساره ولكن اخي والي نبدل في السيك جور اخي والي خويا مورا اللي ما قدرش ما قدرش نشوف فيها هي غاده راه شرحت لي بنت الناس الصحب. والله انا راجل شخدم بدراعي اخي وادي انا عارف اللي ماشي انا راجل نتي ناكل الحلال والله يدير لي فيها الخير اخويا والله خير وربي معاك شفت السيك شور صيفط لي في التليفون انا سيك شور نخدم فيه مره مره نجي ضروري اخويا الله يحفظك اللهم يسر الله يسر الامور انا تليفونات شكرا اجي خويا عافاك واحد دقيقه شوف خاطر اختي شكرا انا مراد هاني يا اختي واخا الكلمه ديالك اخويا مراد لا اختي ما نقدرش نعطيك الكلمه علاش واش منيتك دابا هضرتي وانت غتزوج بها انا واش ما حشمتيه ما حسيتي بوالو اجيتي وهضرتي هكا زعما عادي ما قصديش ليه ما نتفلاش عليك وبدراعي تنخدم لا بقى لي غير كارديان وكيمسح الطوموبيلات وعساس على الفيلا ناخذو انا شو انا عساس ومسخ اسمح لي على الهضره اللي قلت لك خويا هذا الواجب ديالي انا نشوف بنات الحومه ندير معاكم اي حاجه سمحي لي يا اختي شي شنو قلت لك
يلا ماي ويسه هو جاي كيما هذا راك عارف ويسه ما بغيتش الليل وهادي الله حفظ الخوت راك عارف ويجي راه غير بوحدي لا لا وحيدة وحيدة لا لا طويشين أخوي طويشين شوية ديال الرفيع الله حفظ الخوت ويسه خاصك شي شي خويا الله حفظك صدر ولا بقى هادي طويشي راك عارف تدين الله يحفظك خويا الله يعزك ثاني وهذاك هو الحبر اخويا اخي الحمد لله صافي صاحبي كنتو جدك الفيلات كنجيو نشربو معاك شي دقيقه تاتاي ما كنلقاكش صاحبي لا اخويا صالح ما بقاش تما اخويا بدل السيكتور اصلا هاد الخدمه اخويا طلعت ليا في راسي والله بغيت تحتا راك هادي راه لا اله الا الله صاحبي قلتي لي عندك شي صناعه عندي صناعه اخي صالح كنت عاد قلت لك هذيك المره والله الا نسيت فاش خدام كندير الالومنيوم اخي راه معلم ناضي في الالومنيوم كيتكرف صافي كتشوف واش دير اخي صالح دير من الشهر بنادم يجي يدبر عليك فوق النفس لا اله الا الله واش غنديروا الصبر اخي صالح وين انت بخير بعدا هاني وداك دوز عندي قول لي فين دابا اليونس ندير اولي تما في واحد السيكتور زوين جي عندي درنا شي دقيقه غندير واحد الطويجين غناكلها بوحدي شي والله تندوز عندك شوف تواضع وتواضع معنا نشرب معنا الطاجين اخي صالح اسمعني وتواضع معنا الله يرضي عليك اخي صالح لحظ وجي انا نتسناك خليني دابا انا هاي انا غندبر خويا في شي خدمه الله يحفظك خويا الله يعزك الله يحفظك خويا غندبر لك شي خدمه الله يحفظك انا غادي انا تنخدم ويلا كتاب كاع ان شاء الله سالي غير شي حوايج نفتح انا وخويا شي محل بنص الله يحفظك راك عزيز وغالي ترى خويا اللي ما ولدتوش ليا الله يحفظك يا راه دوز حياتي غبرتي عليا والله الا غبرتي تما انا عشيه ندوز عندك ودوز عندي ان شاء الله عندك وعندك شي دقيقه حراويه يلاه خويا الله يحفظك نظن نطوي السكشور مع هاد العجاج وعلاش يا ليل لقيتيني بالتخمام نتمشى وسط الظلام مسافر بلا قنديل مهدود الحيل عافر في ليام طريقي ماليها الرصام يا ويلي يا ويلي يا ويلي خايف نكون عييت وانا عاد بديت وياه مغبون سهران الليل 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 ويا ليل يا ليل دابا تنقات نمشيو للفيلا الاخرى نقيوها تاهي عاوتاني الله على الجو سيكشور ولا نقيها الله على جو زوين مراد وي خويا وفين اخويا مراد اخويا والله الا ما عندي ما نسالك بالله سيك شو رديتيه نقي الله يحفظك واجب واجب خويا خصني نقي الدنيا تعجبني انا لك الدنيا نقيها وهادي راه كتعجبني الدنيا تاع باش انا ملي كنترسق الله خويا الله يلا عاوني انت بعدا بخير مولاي نطاك كلشي بخير الله يحفظك خويا سير كل خير والله الا ما عندي بسم الله الله يحفظك خويا العز خويا الله يرحم الوالدين برون هنا ماشي كنتينو غير هادشي دا شكرا خويا تبارك الله عليك فريمون تبارك الله عليك واحد خونا كاين الله الا ما كنتش شكرا بزاف بزاف الله يحفظك اختي الله يعزك شكرا شكرا اختي الواجب ديالك الله سي مراد صافي عندك شي بكاء وداك ما عندكش الكلمه الله اش خويا مراد ما عنديش الكلمه البارح درتي معايا اخي صلاح اخويا الحبيب راه بقيتي شاطني والله العظيم الا بقيتي شاطني راني مشيت شفت لك واحد السيد وكي البارح انا درت الطويجين وجدت البريد ديال اتاي قلت لي براد الصحراوي ولي قلت هذاك الشيء عارف ما الا عارف اللي كاين كما قلت لك راه مشيت هضرت مع واحد السيد عنده واحد المحل ديال الالومنيوم حتى بالصناعه ديالك
المهم اخويا اللي حاطك هنا سير هضر معاه قول لي سافر ما بقيتش غنخدم صافنا. الله يحفظك خويا خويا راك خويا وحبيبي الله يعزك. واش بغا تقيد النمره ديالو الصباح غتصوني له غيجي يهزك من هنا ان شاء الله. صافي صافي الله يحفظك خويا. المهم انا قيدها قيد يا بني اخويا صوني له الصباح خصك 8 والله الا درتي فيا خير زوين اخي صالح. الله يحفظك خويا الله يعزك خويا الله يحفظك. ما قلتيش ليا علاش حولتي من تما خوش نقول لك بقى لي واحد البلان ما بلان اخويا وليتي تخبي عليا ما كتقولش ليا ويا اخويا وقع لي واحد البلان مع السيك شور تما واحد الدريات سكنت تما وقع لي نار. شنو هو هذا البلان خويا؟ دوز من حدايا ديما انت تعجبني عرفتي راه حمقتني اصاحبي فين ما تندوز. اه زيد واحد النهار وانا نهضر معاها مشيت قلت لها دارت تعجبيني وهادي استهزأت بيا اخي صلاح. الراجل اخويا راه ما كيتعابش مالو اصاحبي راه اخر تا مكياج هو اللي كيستر هما خويا الحبيب. كرهتني في الحياه اخي صلاح كرهت حياتي واش عليا انت مسخ انت حساس. صافي ما ديرش واش دير اخي صلاح دمرتني والله. دابا الان غتشري الحرقه في القلب ديالي ومريض وليت تنشوف شي بنت ما تنسقت بان ليا هي بهذاك المعيور اللي عايرتني اخي صلاح. كيقول لك ما تودين وتودان اخي واش دير اخي صالح كرهتني حتى في هذا الشيء هذا وهاد كرهت حياتي كرهت حياتي اخي صالح. واش اخي صالح دير معايا بلان؟ مرحبا خويا واش عاد كتشاور؟ شوف شوف يا عزيز على المظاهر. اه انت غتلتقى معايا من هذيك البنت باش عندك نمره؟ لا ما عنديش نمره ولكن عندي تصويرة مصورها كدوز كدوز في السيك. معاك اخويا اليوم 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 تقدر تشوفها راه تعرف راه السيك شو ديالكم انت راه قبل مني في هذاك السيك شو. ها انت شوف اخي شوف سكينة صاحبي شرفة كنعرفها تكبرها بزاف. اش متكبرها اخويا اش زايد فيها بزاف انت عادي يا اخويا علاش تكبر عليك؟ دابا دير معايا هاد البلان ما نساش خير كبرتي لي على الخدمة غتحتقر لي هاد البنت هادي خويا شدنتيني دابا انا غنمشي كون هاني. صافي خويا صافي الله يحفظك خويا الله يعزك. شي واحد دقيقه عافاك سمح لي خويا غادا مزروره. شوفي غنقول لك جوج كلمات وغنمشي بحالي اوكي يلا واخا ماشي مشكل. المهم اختي معاك صلاح 23 عام خدام بخير يعني برزقي عندي واحد الشركه اللي صغيره وغاليو كنأسس فيها باغي نتزوج ديما كنشوف كتعجبين باغي كل الحلال. اللي غنطلب منك هو انك تخلي لي النمره ديالك. راه نقيبك هكاك سمحي لي لا ديرونجيش كل شيء لا ماشي مشكل بني هاني انا غنهضر معاك في واتساب واخا سمحي لي اختي انتي دخلت شكون هاد الدخله والله العظيم اختي الا باغيه الحلال كتعجبني ديما كنشوفها هنا سميتها سكينه ياك جايب حتى السميه ديالي ضروري واش اختك عارف سميتها؟ يلا بسلامة يلا باي باي. يا بسم الله نشرب الماء سي مراد الغزال ويا وادي على شي عليا اخويا الله يلا فوق والله توحشت خويا وادي شفا باش تلقى واداك راه خويا قلبنا لك في جوجل هاني وادي الله يحفظك وادي الله يلا انا نشارك مع داير هي اللي عندي هاني خويا لاباس عليك مع الاجواء اللهم لك الحمد لله هنا السيكشور محرك على السيكشور راه بخير والناس ديال السيكشور والله الا احسن من دوك الناس ديال هذاك السيكشور اخي شنو دير اخي مراد الله يدير لك اللي فيها الخير عشيري انا مهلين فيا الناس والله الا مهلين فيا والله كتبدا رايق عنك في الله راه ما خصك حتى شي حاجه اخي مورا بخير الحمد لله خويا الله يسهل عليك. وشنو مازال ما انت عندك مشروع اصاحبي دبر شي كراج وخدم مازال ما فكرتي؟ ماشي عندي صلاح اصاحبي ويلي صلاح ولد الحومه اه مالو واش عاد تلاقيتو مسكين اللي كنت متقدا خضيره ديال الطويجين اه ونتلاقى انا وياه شنو قال لك؟ وقال لي انا غنجي عندك لا غد لي جا عندي قال لي راه دبرتك على واحد الخديمه واحد الكراج وداك الشيء ناضي بسم الله داك الشيء ماضي كدا راه غنمشي غنخدم والله ما يسر لقيتيني كون جيتي على غدا ما تلقانيش شي دابا والله من ربي سهل عليك فهاد الخدمه يسهل عليك الله ان شاء الله تشوف شي بنت الله يحفظك خويا نيت واحد بنت الناس راه كتعجبني يعني. بنت مدريفه ومتواضعه والله كون اكيد اقصدها دابا صافي هذاك الشيء اللي غندير ان شاء الله راه يسهل عليك قول راه عندي بروجي وان شاء الله وربي ما ولكن ما غنمشي عندها خويا تنخدم وحاجه حاجه وحده لا نوصلك عليها خي مورا اخويا مش كون غادي دير العرس عرض عليا ضروري ضروري انا ديما مساندك وديما معاه الله يحفظك خويا وادي بليزير اخي مورا دير الشبار اللي كنمشي ليا عودتي عليه اه
فهمتي غدير خيرك غدير خيرك وربي يسهل لك. جيبوه هنا يتهلاو فيه الناس ديال الفيلا حتى هو راه الوالده ديالهم سكنه مريضه وراك شي اللي درت درت معاه هو اللي غيشد العسل وصافي من تلقاه يقول والله الا هضرت معاه الله يهديه هو اللي غيشد العسل طلع على ديك النهار قال لي مور تقشني واش غدير اخي واد عسل ويلا الله شو دري واش مسكين ود الناس والله يلا الله يسهل عليك ان شاء الله فراسك ورد لنا في العرس عندك تنسى حب وحده واحد نهار وانا يا في طريقي غادي وسمعت صوت وحده كتنادي عليا وانا داير ونشوف شكون هادي تهز قلبي زعما تكون هي وما قدرش تم الله حفظ خويا الله عزيز كنت بلي مهموم خويا عويناتك حمرين ويا ويا خويا الله حفظ لي جميل جميل نتاع وخويا راه كبرت اخويا راه بغيت ندير يقول لي انا بغيت نمشي بالحلال اخويا راه عارف كبرت في العمر دابا ونزيد ما بقاش ثاني غادي كاين اخويا فهمتك اخويا مزيان الحلال هو احسن حاجه عندك وان شاء الله اخويا حسين كلمني في المساعده من عاونك الله حفظ خويا راه ما بغيتش نفلع على بلاد الناس وانا ندير واش اصلا فايت وقع لي واحد البلان شنو وقع لك اخويا لا واحد البنت واحد السيد شو علاه مابقاش في داك السيد وعاود لي عاود لي شحال ما تلاقينا شحال مشيتي عليا يا اخويا كنت كدوز من حدايا تعجبني وهذه واحد النهار شي بغيت نتقدم عليها نقدم لها بس الحلال ماشي الحلال ماشي غير ما عنديش ما عارف لي كاين باش نتقدم لها نتزوج بها وقلت لها اختي راه جبتيني وبغيت نتزوج بك شقرتني اخويا اسم تاع الساس قرديان على الطوموبيلات اسم تاع مسخ هادشي وانا نضم اخوك واش هاد العسه هادي واش تطلع لي فراس وانا اخوك راه عندي صنايعه ديالي ناضي عارف ما كنفهمش عارف شين دوب واحد الناس راه تعجبني كتكون دايزه من هنا ساكنه لها كتعجبني والله ما كرهتش نتقدم ليها ولكن راه ما نقدرهاش والله فهمتك اخويا اسمع لي منك واحد الكلمه انا حسيني اخوك الله يحفظك ما احتاقراش سي انا اصلا غادي ياكلوان راك عارف دوك خوتنا صحاب الطونزيلات والله حفظك خويا راه كيتسناو علينا هما اصلا تيبغيو المظاهر كيتسنا هذا اللي معقول هذا من الحلال خويا زيد فيه الخير انا يحتاج لي نعاونك الله حفظك دابا الله يحفظك الله يحفظك خويا ياك واش هذيك الدريه هي كتسكن حداكم راه قريبه لكم تقدر تعرف لا بغيتي تخطب غنمشي معاك كلشي حاجه هاني اخويا حتى نساعد كلشي نمشيو نمشيو بعدا ندير شي قهيوه ندويو بعدا ونشوفو العفو السلام الله يحفظك ولكن شي حاجه للوالده والوالدي نمشيو معاك اي حاجه الله يحفظك الله يحفظك شنو تحرك معايا باش تقرا؟ غنتحرك معاك ولا بغيت شي ما نهضرو معاه بعدا وتنمشي نخدم الكور راسي عاد ديك الساعة نجي لعندك الله خويا نديرو شي قهيوة ندوي مزيان على الله يحفظك خويا الله يعزك الله يحفظك خويا الله يحفظك حتى ضحك لسمعك عريس والله انت هذيك هي خويا الله يحفظك اش 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 هذا هذا خاتي وهذا في الجو يلا سيروا من تحت الجبهات زول ما تخاف مرات مالك صافي خويا ياسر الله اجي قول لي مالك صافي والله اجي قول لي مالك مراد اصاحبي حسنتي من الناس حسنتي شدني شجيتي هادي السينا عليك مش على شغلان لا لا معمر الشي على الخير اخويا مالك ايش لازم حشمت منك والله الا حشمت وما تحسبش مني خلقان صدمتي مالك ايش مش على شي بلان لا لا والله ما شفت شي حاجه شناهو اخويا هادي هي البنت اللي كنهضر لك عليها قبيله هي اللي قلت لك عجبتني وباغي معاها الحلال واش تلقى احسن منك اخويا مراد علاش حاسمة مني علاش واخويا اخويا مرحبا والف مرحبا بالعكس نزيد لك الخير الله يحفظك انت ولد الناس وباغي الحلال خصك ولكن... تلقى احسن منه ولكن اخويا راه ما غنمشيش نتقدم لها هذا اصلا ديجا انا نخدم غادي نخدم واحد الخدمه مرحبا اخويا كنثيق فيك ان شاء الله دابا انا بحال دابا راه هضرت معاك انت انا كنثيق فيك انت راجل وكلشي وما نلقاش احسن منك اخويا ولكن انت خصك تهضر معاه شوف واش تقبل اخي كون هاني كون هاني داكشي كامل ضربوا على الحسابات صافي خويا مع الوالده والواليد شوف اش غدير ان شاء الله يلا دابا غنتقهوى ولا تشد الدار
سير وجد لي حياتك وجد لي راسك وجد عسيرة ندوي لك مع الوالدة والوالد وزيدكم بالخير ان شاء الله اخويا الله يحفظك الله يلا اخويا بالعكس فالله حسيني الله وبختي الله واش يربرو واش ديرك ما عاوتاني اذا ناوي تسرق هنايا واش تندبر على راسك راه اش غدير راه دبرت لك على واحد خدي حيد الكمامه حيد ديك الكمامه خليني ندبر واش كتوني نفس الحوايج اصاحبي باغي ندبر على صنط ليا صنط ليا واش اسرق انا راه الخدمه باي باي انت غتولي اسف السيكشور هذا الناس راه تهلاو فيك تهلاو فيك مرات والله اخويا ما تهلاو فيا راه شي 50 فريه في الشهر تزورني مره نجي عند خويا دابا انا دبرت على واحد الخدمه دابا انت راه بغيتي تخدم ها البريري كنخليك المسائل خلي لك كلشي ها البريري كا ها البريري كا هي مسائل هنايا راه سمعتيني ها الكويشات ها الزويته بلديه داكشي ناضي واش بقات تفطر وبقات تخصيو هادي ها هو البريري كا طال تشوف البريري كا شي شي ها الزويته بلديه ها المسائل داكشي ناضي البريريد مقيلة وهنا ورا وهنا على فكرة الناس مهلين راه ناضي الناس يخرجوا لك الماكلة ناضي المهم أنا هاكا السويرتات المهم أجي ليا اسمعني إلا بغيتي الناس يدبروا عليك نيطواياج نيطواياج جريدة نيطواي هنا وما تخافش عليك الناس العمرات وبعد من السرقة عندك تقصر حيد هذاك الشيء باش نهضر معاك خليتك أمانة هاد الناس راه العمر هذا راه حسن من داك السيكتور اللي كنت فيه تلقيتك تسرق هذيك المرة ضربتيني اخويا ولا ضربتك اصاحبي راه الناس شوف هاد البريك السوده الكريسي اللي تسالي الصباح هادي المسح على المسح هادي فهمت راه ناضي انت فهمتيني الله يسهل عليك يلا اخويا الله يعاون يلا وترجله الله يسهل عليك امين يلا سلام كيفاش اختي شد الباطل واش انتي مريضة؟ كيفاش هذا باطل؟ هادشي كتقول كتسمي انت باطل؟ كيفاش وقع لك عندك شي مشكل؟ كيفاش وقع لي شي مشكل؟ علاش غنلصق فيك؟ واش مني سناخي؟ اختي سيري عمري مبروك لغيري بيك خليت القلب اللي كان يعشق فيك كنت حس اختي والو بس ديما كتكوني دايزة راك عجبتيني اختي وراه قصدي شريف قصدي شريف بغيت نتزوج بغيت كل الحلال واش منيت دابا هضرتي وانت غتزوج بها انا واش ما حشمتي ما حسيتي بوالو اجيتي وهضرتي هكذا ما عرفتيش قصدي شريف ما تفلاش عليك وبدراعي تنخدم لا بقى لي غير كارديان كيمسح الطوموبيلات وعساس على الفيلا تناخذو انا شوف مالك شوف مالك كارديان معليش هو شوف مالك شوف مالك اخر مره تعاود تغلط بحال هكا عمري مبروك لغيري بيك خليت القلب اللي كان يلصق فيك صلاح اولا حبيب هاني مزيان هاني وداك الا بقيتيني جاي عندك انا غادي اخويا باش نبدا غدا ان شاء الله الخدمه خي صلاح واش ياك ولو باس خي شرا نطيت لك ياك خويا حتى عندك منك وين والله العادي فرحتيني خويا العادي هاني اخويا الله يسهل عليك عارفك عارفك قد بها شتيني هي سر المظاهر شتيني سر المظاهر يلاه خليك الشتا كتسقى يلاه خويا تهلا يلاه سلام اخويا السلام عليكم السلام كنت داير خدمه مزيان واحد خدمه مزيان شوف سولوا ليا اجي ياك يلا يلا ودي كمل داك الشيء يلا سير تغدى سير تغدى يلا 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 سير بسم الله اللهم لك الحمد الحمد لله النعمة ديال الله ايوا ايوا اللهم لك الحمد
السلام عليكم. السلام خويا. اش خاطر؟ واش اخويا شفتي المباراة ديال الالومنيوم؟ ايه. في الجبري باج. ايه. كاينة موجودة. 25 ولا؟ 20 ولا 25؟ مزيان 20. شحال وحدة في 20؟ شي 40 حبة. 40 حبة. ايه شنو خصك خويا؟ بغيت شي حاجة في الباطي. شحال في الباطي؟ شي 20 حبة. 20 شاية. 20 ولا 25؟ لا 25 مزيان. 25 مزيانة. صافي اخويا دخل البيرو عند البنت راه هي في المكتب راه غتلاقي لك البون وتقاد لك المسائل وخلصها تما راه سلعتك تما زوين تما كما تنديرو معاك كما ديما خير ما نزيدوش عليك سمعتيني مرحبا بك خويا وراه البنت غتلاقي والسلعه ديالك غنصيفطوها لك حتى للمحل شكرا بزاف صافي اخويا دخل راه البنت كاينه في المكتب السلام عليكم سي مورا تبارك الله يا وديع بخير هاني الله يلا عاش مشيت عذرتينا اخويا شنو اه نفكرك في واحد كلمه واحده اللي كنت نقولها اه اخويا من والو غدير بزاف الله يحفظك ربي ما خيبكش العز العز الله يسهل عليك الله اه اخويا شوف اللهم لك الحمد الحمد لله درتي البروجي ديالك الراس هادشي من فضل الله عز وجل راك ربي كبير اللهم لك الحمد اللهم شوف المحيط اخويا والله تبارك الله داكشي واده تبارك الله والله الا خاي ما وراد من والو درتي بزاف والله يسهل عليك اخويا وديع واش اش اش تريح اش نديرو شي قهوه الكرسي اش واش عندي شي حاجه نقضيها ضروريه ضروريه يلاه نمشيو نيتي انا اميمه يلاه قلت لي دابا قالت لي اجي غنتلاقاو غاديو شي شغل يلاه نزيدك معايا يلاه يلاه مرحبا زيد عارف قالوا لي وقالوا لي يا ما نسواش جرت كل شي ومشيت لبعيد حيت عيادني هدرت الناس هدرت الناس عارف قالوا لي وقالوا لي يا ما نسواش جرت كل شي ومشيت لبعيد حيت عيادني هدرت الناس جريت ورا الملتا من العراضي نسيتو جريت ورا الحرم تا خلاني حبيتو دماغي محيتو تمني قاع ما اداني رأيتو ماليا علاش يما ما عنديش الزر ماليا هرسني في ما كنزيد خطوة لقدام كنخمم يا العيشة اللي فيا امسح لك الطوموبيل بغيت ناكل ما عرفتيش عليا نطيح شكرا نطيح شكرا طعم ديالها لون انسانك شي كسيزان شي بيه حقرتي ودليتي وتي راه الدنيا دوار اليوم عليا وغدا عليا ما عمركم استهزئوا بنا ومعمر الفقر كان عيب هاك اجي 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 مرة اخرى مرة اخرى هذيك البنت قصة شقيصة
كيفاش كنصاوب القصه ديالي هذيك البنت هاد البلاصه هادي اللي جبت لها اصلا بدينا من هاد الصخره اصلا كنت عساس ديال الباركينغ انا في هذيك البلاصه ايوا لا اله الا الله راه قصه ديالها مسكينه ولا مسكينه ولا بحال هكا وكان استهزأت بيا وما عمر الفقر يكون عيب فهمتيني الانسان الراجل تيتعاب من جيبه ومدراعه قال لك مثلا واحد المثال تيقول لك خذ الراجل بدراعه وما تاخذيه بمتاعه صح هذاك المتاع تيمشي كلشي تيمشي كيبقى الدراع والرجول مسكينه مالها شنو وقع لها ومسكينه تكرفص عليها واحد تخينه كانت تابعه تبعت المالية تبعت الطوموبيلات تبعت هادي وشو مسكينة شنو وقع لها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله الله يكون من حالها.